التطبيقية؟ طبعا التوافق احتمال، لكن في ظل هذا النظام أصبح احتمال نظري. البشير وقع 43 اتفاقية، تنصل عن معظم هذه الاتفاقيات وكلها كليا أو جزئيا. هنالك أزمة حكم مستحكم، النظام لا يعترف بهذه الأزمة. هنالك تصعيد مع الجنوب، ومستقبل الشمال والجنوب يعتمد كل على الآخر. بل وصل النظام إلى طريق جديد في أن أعلن الآن يريد أن يصادر الحريات للقوى السياسية بعد هجليج، يريد أن يشن حرب. ولكن يعني ألا تتحملوا أنتم أيضا في الحركة الشعبية هذه المسؤولية؟ يعني بعد ما وقع الانفصال وصنفتم نفسكم فرع الشمال، يعني ما زلتم تتصرفون بعقلية المتمردين، بعقلية أنكم تابعون أكثر للجنوب مما أنتم تابعين للسودان، وبالتالي يعني ألا يحق للنظام أن يعاملكم بهذه الطريقة؟ لا، هذا غير صحيح. طبعا نحن أولا سعينا أن نكون حزب سياسي، شنّد علينا حملة كبيرة، تم إغلاق حزبنا، توصلنا لاتفاق في أديس أبابا مع مساعد الرئيس نافع علي نافع، تم إلغاء هذا الاتفاق من البشير نفسه، توصلنا لاتفاق للمعونات الإنسانية مع الأمم المتحدة، رفض النظام توقيعه. هذا نظام عدواني الآن يشن حرب على المسيرية والرزيقات والصبحة والسليم، ويمنعهم من التعامل مع الجنوب. هذه القبائل هي أقدم من الدولة السودانية نفسها، دعت سياسي مثل الحركة الشعبية في الشمال. هذا نظام عدواني ضد الكل، يريد أن يصادر حريات القوى السياسية، يسيء لدرجة غير مسبوقة بأن يأتي بالرئيس يأتي بأشعار المتنبي لا تشتري العبد إلا العصا معه في حديثه عن الجنوبيين، يقومون بحرق الكنيسة في غلب الخرطوم. طبيعة النظام طبيعة عدوانية. في ظل هذه الطبيعة العدوانية للنظام سيد إمام، كيف يمكن الحديث عن التوافق؟ يبدو يعني وهم ما تتحدث عنه. لا، أحسب أنه من الضروري أن نتفهم ما معنى التوافق. التوافق معناه أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالباته وبعض دعاويه. فمثلا الحركة الشعبية قطاع الشمال لابد أن تعي أن شعار الذي أتت به مع العقيد الراحل جون غرنغ وهو السودان الجديد ما عاد له حيثيات في أرض الواقع، فلا بد أن تتعاطى مع الأمر والمستجدات الجديدة حتى تتقارب مع غيرها من القوى المعارضة. نعم، هذا أمر. والأمر الثاني، حتى المؤتمر الوطني باعتباره الحزب الحاكم ينبغي أن يعي أن هناك مشروعية لقوى المعارضة في دعواها لإسقاط النظام، ولكن هذه الدعوة مطلوب منها منطوقات محددة، وهي أن تكون بطرق سلمية من أجل أن لا نصل لمرحلة من مراحل ما حدث في كل من ليبيا وسوريا وإلى حد ما في اليمن. يعني ما تقوله في كثير من المثالية أو اليوتوبيا، أنت قلت للتو أن السودانيين حسموا أمرهم بحال خلافاتهم بالبندقية، يعني على ماذا تبني هذا التصور؟ أبني أن المعالجة هذه أتت بأفراد، يعني حل البندقية جاء بوظائف، ولكنه لم يأتي بحل المشكل المناطقي. بمعنى أنه إذا تم اتفاق في الشرق ولا في دارفور ولا في كردفان، نجد المحصلة أن رموز هؤلاء القوم يأتون إلى الخرطوم ويتسنمون المناصب، ومن ثم تتناسى القضية الأساسية. حتى الحركة الشعبية كان معول عليها كثير قبل أن يحدث الإفاء باستحقاق حق تقرير المصير، وهو أنهم باعتبارهم من أبناء الشمال سيعملون جاهدين على تقريب شقة الخلاف، ومن ثم جعل الوحدة. نقطة مهمة سأضعها للسيد ياسر عرمان. في الخلاف الأخير أو في النزاع الأخير بين شمال السودان والجنوب وحول منطقة هجليج أو على أثر يعني حادث هجليج، اتخذتم موقف الجنوبيين، وبالتالي يعني ألم يكن من مسؤوليتكم هنا كما قال السيد إمام أن تلعبوا دور الوسيط، دور الجامع بين جنوب السودان وشمال السودان، بما أنكم تحملون فكر الأول وتنتمون إلى الثاني؟
هذا سؤال جيد. أولا نحيي الأستاذ إمام. طبعا نحن نفس أنفسنا تحت هجوم من النظام. نحن قلنا في لقاءات مع البشير نفسه ومع علي عثمان ومع الآخرين إن الحركة الشعبية يجب أن لا ننظر إليها ككارثة، بل هي منفعة، لأنه لدينا استثمار وعلاقات جيدة مع الجنوب، ونحن لسنا صنيعة للجنوب. أشخاص مثل أمثالنا، أنا الآن عضو في الحركة الشعبية لمدة 26 عام، دولة الجنوب لم تكمل عامها الأول، نحن سابقين للجنوب. عليكم كظاهرة. مسؤولية إذن، لم تتحملوا مسؤولية. نريد أن نوفي بمسؤولياتنا، لكن هذا يحتاج لطرف آخر، ليس لدينا طرف نعمل معه من أجل السلام. دعك من الطرف السوداني الشمالي، لماذا لم تتعامل، لماذا لم تنصح سيلفا كير بأن يخرج من هجليش والعالم كله أدان هذا الأمر؟ لماذا لم تنصحه بأن لا يقصف مناطق نفطية ويشعل الوضع؟ هو دولة فقيرة، دولة تكاد تكون بدائية، يعني ما مصلحته في أن يشعل الوضع بهذه الطريقة؟ لماذا أنتم لم تلعبوا هذا الدور مع أصدقائكم؟ أنا لم أتي هنا على أتحدث باسم سيلفا كير، لكن ما أقوله إن هنالك قضايا قديمة بين سيلفا كير والجنوب والشمال. هذه القضايا لا تحل بالقوة، وإن مستقبل الشمال والجنوب مستقبل يجب أن نصنع دولتين قابلتين للحياة. هذا النظام هو الذي عمل أشياء كثيرة ومن لغته وأفعاله، وهو الذي أدى لفصل الجنوب في المقام الأول. نحن كحركة لازلنا لا نريد أن نفسد على الأجيال القادمة العلاقة بين الشمال والجنوب. العلاقة بين الشمال والجنوب علاقة قديمة راسخة يجب أن تظل. طرد مثلا، نمسك حدث واحد، طرد مئات الآلاف من الجنوبيين وهم مواطنين سودانيين، بعضهم ولد في الشمال. أنت الآن إذا أنت الآن في بريطانيا، أن تقفز إلى طرد الجنوبيين ولا تتحدث عن احتلال هجليج في الدرجة الأولى. يعني ما أقصده هو أنكم أنتم دائما تنظرون إلى نتائج ما يقوم به عمر البشير، ولا تنظرون إلى الاستفزازات الأولية التي تحدث. هذا ما يقوله، ليس هذا ما تقوله حكومة البشير. ليست نقطة معزولة. هذا عدوان من النظام مستمر. النظام حارب أهل دارفور، حارب أهل جبال النوبة والنيل الأزرق، الآن يحارب القبائل العربية في الحدود وشرق السودان. هذا النظام معتدي على كل الشعب السوداني. نحن يمكن أن نصح العلاقة مع الجنوب إذا وجدت حكومة في الخرطوم، حكومة عاقلة، حكومة تعطي رسالة. نحن لا يمكن ندافع عن نظام عدواني. ومع ذلك لم تتمكنوا لا من إسقاط النظام ولا من تغيير موقفه ولا من تغيير الحاضنة الشعبية التي ما زالت تؤيد هذا النظام. هذا معناه أنه إما أنكم لا تمثلون الكثير في الأرض أو على الشارع السوداني، أو أنه يعني مشروعكم ليس جاذبا للسودانيين. من كان يظن أن نظام حسن مبارك سيسحب، من كان يظن أن القذافي سيسحب، إرادة الشعوب لا تقهر. نحن نمثل إرادة شعبية، نحن لا نستسلم لهذا النظام. نريد الديمقراطية، نريد الحريات، ونحن مع الحل السلمي. إذا وجدنا الحل السلمي الآن، البشير أفسد ماضي وحاضر السودان، عليه أن يقبل بحل شامل، عليه أن يترك الأمر. الحل أن نرجع الأمر للسودانيين، على السودانيين أن يجتمعوا أن يجيبوا على سؤال واحد: كيف يحكم السودان؟ قبل من يحكم، يعني قبل من يحكم السودان. يعني هنالك قوة سياسية، هنالك قوة سياسية معلومة، هنالك منظمات لمجتمع مدني يمكن أن تجتمع. السودان ليس بلد جديد. المطور الوطني لأنه فشل في علاقات جيدة مع الجنوب يريد أن يفشل كل القوى السياسية. نحن لن نكون صدى للمؤتمر الوطني، لن نردد أطروحاته. في هجليج وقبل هجليج نقول يمكن حل قضايا مع الجنوب، ويمكن يتعايش الجنوب والشمال معا. سؤال أخير لك سيد إمام، هل فعلا يمكن الوصول إلى حل؟ أو بالأحرى، هل هناك أحد في السودان اليوم معني فعلا بالوصول إلى حل؟ لأنه يعني هناك بعض الناس يقولون أن الأزمة الحالية واختلاق حروب هنا وهناك يعني تفيد كل الأطراف بشكل من الأشكال. دعيني قبل أن ألج هذا الأمر أن أتحدث ولو بثواني حول موضوع هجليج. هجليج بالنسبة للقوى المعارضة كانت من أكبر الكوارث، باعتبار أن هجليج جعلت الشعب السوداني عن بكرة أبيه شيبا وشبابا، أطفال رجالا ونساء، يلتفون حول المؤسسة العسكرية، باعتبار أنها حتى ولو اختلف الناس حول كثير من المؤسسات إلا أنها تمثل المفرق فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية القومية.
الأمر الذي يعلمه تمام العلم الأخ ياسر بحكم أنه ينتمي للسودان الشمالي جغرافيا وجنوبا بالهوى، أن السودان عقلية السودان الجمعية ترفض الغزو الخارجي، لأن السودان كله قام بغزوات خارجية منذ 1821 بالغزو التركي، ومن ثم تتالت عليه الغزوات 1902 كيتشينر. نعم. سيد إمام لو سمحت لأن الوقت يدهمنا. أخلص إلى الآتي، أنه لابد أن نعي أو نفرق بين أمرين، بين مشروعية إسقاط النظام وخطورة تفكيك الوطن أو الدولة. نعم. فما حدث في يوغوسلافيا غير ما حدث في تشيكوسلوفاكيا. يعني سلوفاكيا افترقت من تشيك بصورة حضارية إلى الآن يتعامل وبينهم كل صلات القربة والمودة، بينما هناك قامت حروب وكذا. من داخل هذا المشهد يصعب على المرء أن يتوقع أو يتكهن بأن الحل سيكون سريعا، ولكن المطلوب كما قلت من قبل أن يتنازل بدءا بالمؤتمر الوطني باعتباره الحزب الحاكم. نعم. الحاكم، وانتهاءا بالحركة الشعبية، حتى في تسميتها ذاتها تثير استفزازا للشعب السوداني عندما تسمي حركة نفسها الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي جزء لا يتجزأ من حركة أم في وطن آخر. واضح. شكرا لك إمام محمد إمام، الصحفي السوداني في جريدة الشرق الأوسط، وأشكرك سيد ياسر عرمان الأمين العام لحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال. العالم هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل.